شوف يا أخي، المعلومات اللي عندي كانت تقول بلي أن الأقجع يعني أقسم على أنه سيعمل كل شيء لكي يفوز الشمراني بالمرتبة الثانية، وهذا لغلق الطريق على فيزف وعلى الجزائر كبلد. ولكن نظن لو كان الجزائر يعني أو نقولوا نقول لك الفاف، وكان الاتحاديه الجزائريه لكره القدم خدمت هذا الترشح منذ يعني او ثلاثه منذ قدوم زفزاف، وهو يدير العلاقات ويخدم، انا نظن عضويه الكاف ما تجيش في شهر، وما تجيش في بعض المكالمات الهاتفيه وساندني، يعني كاين فواسات يدبر، وكاين تحدي دبلوماسيه لتعاونك. انا نظن اليوم رانا شفنا انه المغرب ولقجة رئيس للاتحاديه المغربيه لكره القدم عنده نفوذ، ويوم استعمل النفوذ هذا باش يغلق على الجزائر ويجوز الشمراني، وهذا انا هنقول لك ما الا كان ضد مصلحه كره القدم الافريقيه، لان الشمراني في العهده تاعو ما عمل ولا شيء وما جاب ايجابيات، وكلنا على بالنا بلي ارتكب بعض الغلطات. ولكن اليوم انا نقول لك كره القدم الافريقيه وكواليس الكاف يعني هي علاقات وهي صداقه، وتوصل بعض الاحيان الى رشاوي تقدم الى بعض الاعضاء لينتخبوا على شخص على حساب الاخر. طازج، حلة جديدة وذوق اروع. زيرتوب، اول قناة الكترونية في الجزائر.